السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. نحن في السوق الأسبوعي بجمعة كيسر قليم سطات، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية الخيرة التنوري والجالية المغربية والناس موالين المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. يلا رجال بنات ولاد، اليوم 19 بشهر 5 2023، الخير التنوري والجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان. وما تنسوش تدعمونا بشراك الإخوان. شحال قلتي لي يا ولدي؟ 79 3950 تاع الدرهم كما تشوفوا معنا، احوالا نقيه واحوالا ملاح كما تشوفوا، غلم زينه تنوريوها لجميع المشاهدين قناه الزيتون. عطاوك 80 قلنا الله يقول 80، الله يربحها ب 90000 وصلوا 90 جاب الله. يلا 90 جاب الله، بسم الله 90 جاب الله. 90 90 جاب الله، قول معنا قلنا الله قالوا 80، انت دوك عطيتي 90. قال هذا الرجل كما تشوفوا غلم مليحه، قال الله عطاو 80 عطيناه 90. 90 جاب الله، حولي زين تبارك الله ما عندي ما نقول فيه. تنوريها لجميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، الحواله كما تشوفوا معنا القرن والثوب والخيرات تنوريها جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا في المكان. حولي زين حولي نقي، القرن والثوب والكمامة والعين كحلة، وتنوريها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان تبارك الله. والحاج عبد الرزاق وتفر الحولي، هذا توك انا جيعت، هذا الحاج راجل مخير. تنوريو لجميع المشاهدين غلم مزينه باش ما كانت مزيانه، هذا الغلم كما تشوفوا معنا في جمعه كيسر، غلم واكله وغلم نقيه وغلم القر نتاعها ما عندي ما نقول، غلم زينة تبارك الله تبارك الله. تقول مياق الجوج هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. هذا المليح المليح بعد الشت هادو، أولا هما كاليتي اللي كاين دابا في السوق لحد الآن في قناة الزيتون المرجان هما هادو. وانا نوصيكم حطيو مع هذا راه ما يقرش، انا عارفه ما يقرش، راه ما عدوش الخيال كاع دقه واحده، كرش بلا دلوع. صالح صالح حطيو معاه، شوف شو واش تبارك الله ما عندي ما نقول، والله الا واحد واحد الغنم تبارك الله. هنايا في جمعه كيس ياك الغنم صافيه كلها صافيه تبارك الله. تنوريو جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان غلم زينة، والله ما قدرنا نحيدو الكاميرا على هذا الغلم تبارك الله، غلم نقية وزينة هنايا في جمعة كيسر. وهذه الخيرات تنوريو جميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان في المكان. 80000 جملة 80000 جملة هذه الخيرات في جمعة كيسر، الحولي موجود في جمعة كيسر. تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. ورب الزيتون صبر اخويا، هذا اخويا كنا مغينا فيه 160، هذاك اللي قلتيها جات معك في الزين اللي فيه في القرن عريان كما تشوفوا الحولي عريان تبارك الله. تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان. خير بخير، ناشط الاحوال، السلعة موجودة اليوم تبارك الله. تيقول
كي قلتي لقى الحاج؟ الحمد لله راجل ضربت ولي شافوا من المشاهدين انتو هنا بغى حولي ولا جوج ولا اربعه ولا 12 ولا 20 ولا 100 الحاج راه ضربت وراجل معقول بغيتي تبيع وتشري مع الرباح ولا تبيع وتشري مع هكاك راه راجل مخير تيكون في قيسر وجمعة قيسر والسوق الاسبوعي بمدينة سطات ولا اربعة ولا تسعيد وخميس بالرحال محمد بالرحال تيكون فيه ضرافات الحاج شحال السي الحاج هذا الخير؟ شو مع 84 تبارك الله تيقول لنا الحاج 84 غلم نقيه غلم زينه كما تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيت المرجان 84 بغيتيها فيها الحاج؟ تبارك الله تبارك الله زيت المرجان مرحبا 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 اتوك فيا شي حاجه الحاج؟ والحاج الحاج عطاوك شي حاجه اخويا عطاوها 500 من 80 صافي 500 فوق 80 وصافي فوق 400 تر مرحبا تا هو كاع المجموعه مرحبا بك مرحبا لا ما عندي ما نقول تبارك الله غلم زينه حولي اريان تبارك الله تبارك الله لا حولي زين تبارك الله كله الحاج راه راجل صاحبنا وصديق تاعنا ونطلبوا الله يسليه هذا تيقول لنا الحاج راه الخيرات موجوده فعلا الخيرات موجوده تنوريوها جميع المشاهدين قناه زيت المرجان داخل الوطن او خارج الوطن حبابنا اهلا بك غلم نقيه غلم زينه كما تشوفوا والحاج راه صديق تاعنا مليحة تبارك الله تبارك الله لا ما عندي ما نقول تبارك الله غلم زينة هادو حباب تاعنا تا هما تيبيعوا يشريوا في الخيرات سميمو ليالي وحرفتهم الغلم كيما تشوفوا هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين سنان الحليب سنان الحليب هاد الخيرات تبارك الله شحال هاد الخيرات؟ 96 تبارك الله غلم قرن وتوب وكل شيء كما تشوفوا معنا تنوريو جميع المشاهدين قناة الزيت المرجان هادو الحباب تاعنا كما تشوفوا الحولي كيدير تبارك الله القرن والتوب تاعو هاد الخيرات تنوريو لجميع المشاهدين حريفي تبارك لا ما عندي ما نقول واحد ينسك في واحد تبارك الله تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيت المرجان والحباب تاعنا داخل الوطن وخارج الوطن تبارك الله الحاج حسن انا غنجي عندك الحاج حسن شكون الحاج حسن تقول عندك ايه راه قريمه هو هو ديما حولي الغليظ يديه هو تنحيوا جميع المشاهدين قناه الزيت والمرجان واش واش كتشري يا محمد تبارك الله غلم زين السوبيره تبارك الله غلب مليحه كلها مليحه تنوريوها جميع المشاهدين قناه الزيت والمرجان والحباب تاعنا هادو ديما هاد الخيرات 22 راس تبارك الله تبارك الله الغلم زينه كامله الله تبارك الله تبارك الله ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله راه ديما الحباب تاعنا هادو يلا قول النمره يلا سربي راسك 67 عاود عاود 06 67 زيد 89 زيد 63 زيد 84 راه ديما يكون عندهم الحولي في الصميم وليالي يكون عندهم الحولي هاد الخيرات تنوريو لجميع المشاهدين لا ما عندي ما نقول تبارك الله تبارك الله لا تبارك الله تغلم كلها زينه ترى قلنا واحد ينسينا في واحد راه عرفنا تبارك الله ما عندي ما نقول والناس راهم احبابنا هنايا في جمعة كيسل هذا الحاج الحسن ديما تيكون عنده حوالا غلاد تبارك ايه تبارك الله الحاج حسن تبارك الله ما عندي ما نقول حوالا غلاد حوالا زينين كما تشوفوا معنا تنوريهم جميع المشاهدين قناة الزيت والمرجان والحاج الحسن راه ديما تيكون الحولي زين وغليظ هنايا في جمعة كيسر كي تشوفوا الحولي كالعجل تبارك الله تنوريه جميع المشاهدين قناة الزيت والمرجان والحباب تاعنا في المكان اخرى فينا هي الزيتون تبارك الله وهادو راهم ينسيونا في تبارك الله الحاج الحسن هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين شحال السي الحاج هاد كنقولوا 160
تيقول 160 وين اللي قالها جات معاه فيهم الزين والمليح كما تشوفوا معنا تنوريه جميع المشاهدين قناة الزيت والمرجان. اهلا تبارك الله تبارك الله الحاج بلا ما تشديه معروف الحولي زين تبارك الله تبارك الله تبارك الله عند الحاج الحسن واللي بغاه مرا الحاج حسن راه في جبد كيسر كما تشوفوا معنا ها الحاج راه اللي بغا هادو مرحبا كما تشوفوا راه حوالا زينين اخير ما كاين في جبد كيسر اليوم في هذا المليح اللي تشوفوا معنا تنوريوه جميع المشاهدين قناة الزيت والمرجان ولحبابتونا داخل الوطن او خارج الوطن حوالا رفاع هما اللي كما تشوفوا معنا في جمعة كيسر لحد الان عندنا بحال ما هاد الحوالا عند الحاج الحسن تيقول لنا 800 الف برك واني راه جات معاهم وجيري في السنه سي الحاج تنايا حوالا باقي غير فروخه غير فروخه تبارك الله تنوريهم جميع المشاهدين قناه الزيت والمرجان الله يسر الحاج الحسن يا ربي يسر لي هاد الخيرات تبارك الله حوالا واحد تينسك في واحد تبارك الله لا في الغلط ولا في الطول ولا في الكبر تبارك الله وباقين غير خرفان تنايا كما تشوفوا معنا تبارك الله راه عرفت او الحاج مالي انا ما عارفوش راه صاحبنا هادي تاهي تاع الحاج حسن كما تشوفوا معنا ديما تيكون الخيرات عندو في جمعة كيسر تبارك الله ولا السوق الاسبوعي بمدينه سطات اللي بغى شي حاجه يجي للدار اللي بغى شي حاجه راه يجي للدار في جمعة كيسر تنوريوها جميع المشاهدين اكتب لنا كوميتير لحقو حتى المحل قال لي ما عرفش النمره الحاج الحسن 22 23 16 15 عاود الحاج عاود 22 23 الحاج حسن الحولي اللي بغا شي حولي غليظ بحال ما هاد الماركه تبارك الله عند الحاج الحسن الله يسهل الحاج تبارك الله تعرفت 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 الزين والمليح عرفت الزين والمليح والغلد كما تشوفوا اللي بغا شي حاجه مليحه راه كاين عند الحاج الحسن الصميم تقول لي تقول ديما عنده الخيرات ماشي غير في هذه المناسبات العيد ولا هذه راه ديما تيكون عنده الخيرات تنوريوها لجميع الحبابتون